بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بيكم في كل مكان. فيديو جديد، حلقه جديده، اكيد كالعاده نتكلم فيها عن النادي الاهلي ونرد فيها ضد الاكاذيب والاشاعات. لكن في البدايه ما تنساش افضل حاجه بنبدا بيها فيديوهاتنا الصلاه على الحبيب، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيد الخلق اجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحاجه عايز اتكلم فيها، يعني يا جماعه النادي الاهلي لما اجي اقول عايزين نعمل متحف للنادي الاهلي، هاجد كم بطولات رهيب تقدر تحطه في هذا المتحف. كلمه متحف مش ان انا اجيب ريسبشن او اجيب استوديو او اجيب صاله او اجيب اوضه فاضيه واحط فيها دولاب ولا حاجه ولا كذا صندوق ازاز واحط جواهم كؤوس واقول اهو ده المتحف بتاعنا. لا، ده ما اسمهش متحف، ده اسمه بنك الحظ، ده اسمه باتنين جنيه ما تزوقين يا ماما اوام يا ماما، ما اسمهش متحف. يعني نادي الزمالك عاملين ريسبشن او صالة وحاطين كذا ترابيزة وعليهم بوكسات ازاز وقال لك ده متحف الزمالك الجديد في عصره والاكثر تتويجا في القرن العشرين. تبص في البطولات مثلا، يعني انا عايز افهم، اسال سؤال والله العظيم، يعني ايه جاب دوري ابطال اوروبا في نادي الزمالك؟ يعني في كاس شبه كاس دوري ابطال اوروبا، انا ما اعرفش جه ازاي. وحاطين بقى فاهم انت بطولات اليد مع بطولات السله مع بطولات الطايره مع بطولات القدم، عايزين بقى نحط حاجه فاهم نبين قدام الناس ان احنا عندنا كاسات كتير. حاجة في منتهى الغرابة. الزمالك لعب ماتش ودي مع الهلال السعودي وسموه السوبر المصري السعودي، الزمالك حطه في المتحف بجد والله. الزمالك لو كسب دورة رمضان أم عبير فوق السرير برضه هيحطوا له الكاس بتاعه اللي كسبه نادي الزمالك، هنيئا لنادي الزمالك. لكن الغريب يا جماعة، في المتحف المزمع لنادي الزمالك ما شفتش دوري ابطال افريقيا في شكله الجديد. هو الزمالك ما كسبش دوري ابطال افريقيا من زمان كده؟ يعني اخر مره كاس افريقيا الزمالك كسبه من 2001، من بعدها او 2003، من بعدها ما فيش زمالك خالص. فدوروا كده يا جماعه عندكم، دور هنا ولا هنا، يمكن تلاقي بطولة دوري أبطال أفريقيا مزنوقة هنا محشورة هنا، دوروا كويس. وكيل بنيامين أتشن بونج قال تصريح بالنسبة لي تصريح كارثي، تصريح يندرج تحت إهدار المال العام. ولكن وإحنا من إمتى بنسأل الأسئلة البايخة دي؟ وإحنا من إمتى بنقول يا وزير بص وشوف وحاسب وراقب؟ لكن في الزمالك لا حسيب ولا رقيب، الزمالك إهدار مال عام لا حصر له ومحدش بيحاسب حد. وكيل أتشن بونج قال لك الموضوع كان يخلص ب 150 ألف دولار 200 ألف دولار بالكتير، الواد كان ليه 600 ألف دولار. اسمع القصة يا بيه، عشان جماهير نادي الزمالك اللي بتطلع تقول لك لك الله يا زمالك ومجاملة الأهلي والرعاية ووكالة الأهرام للإعلام. وكيل أتشن بونج قال لك الوقت كان له 600 ألف والزمالك جابوه قعدوه، وكان ممكن الموضوع يخلص ب 150، بس الزمالك قال لك لا احنا هندفع 50 ألف بس. الزمالك كان مصمم على انه يدفع 50 ألف بس. من هنا لهنا الموضوع اتطور ووصل الى ان الزمالك مطالب يدفع بمليون و 280 الف دولار، يعني الرقم تضاعف 6-7 مرات اللي كان المفروض الزمالك يدفعه. ويطلع واحد بعد كده عبيط معتوه يقول لك اصل الاهلي بياخد من وكاله الاهرام للاعلان فلوس كتير. لا يا بلسان طويل، المشكلة عندك انت في ناديك، ان النادي بتاعك هو اللي عنده عدم حسن التصرف في الامور اللي زي دي. كان ممكن الموضوع يخلص ب 150 الف دولار،
لكن انتوا اتشطرتوا على الواد الغلبان وكنتوا عايزين تضحكوا عليه وتدفعوا له 50,000 دولار فقط بدل من 150,000 دولار. يا ترى هناك حسيب او رقيب او دكتور اشرف صبحي ممكن يقول لنا ايه اللي بيحصل ده؟ ايه البواخه دي؟ يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. فاكرين لما قلت لكم نادي الزمالك موضوع القضايا اللي بتظهر فجأة في نادي الزمالك وتلاقي لعيبة بيبقى مسايب نادي الزمالك من 500 سنة وما يفتكرش يطلب فلوسه إلا في فترة معينة؟ فاكرين الكلام ده أنا قلته لكم من فترة. النهاردة أرون بوبانزا لاعب الجابوني اللي الزمالك بيتفاوض معاه، اللاعب كان مرحب جدا بالانضمام لنادي الزمالك، لكن حصل كارثة، حصل ما لا يحمد عقباه. اللي حصل مسؤول زملكاوي سابق تواصل مع بوبينزا وبعت له رسالة بالقضايا الدولية اللي على نادي الزمالك والمستحقات الخاصة باللاعبين والمدربين الأجانب. فاللاعب خاف، قال لك لا ده نادي شكله سوابق، ده نادي شبهة، كل اللي بيخش بيطلع له فلوس وما بياخدوش فلوسهم كاملة، لا يا عم سيبك من الناس التعبانة دي. فوكيل أعمال اللاعب تواصل مع نادي الزمالك قال لهم الحقوا فلان الفلاني، اتصل على الواد وبعت له ما يثبت ان نادي الزمالك عليه مديونيات ونادي الزمالك عليه فلوس ونادي الزمالك له سوابق في قضايا الاتحاد الدولي لكرة القدم. مسؤول نادي الزمالك عملوا جلسة بالزوم، زوم ميتنج، وأقنعوا الولد إن يا ابني إحنا مجلس إدارة جديد والقضايا دي كانت في عهد مجلس إدارة قديم، وإحنا وحياتك يا حميدة ناس شرفاء وبنحاول نخلي النادي شكله حلو وسمعته حلو. كلام نادي الزمالك ان الولد هيجي بكره او يوم الثلاث، هنشوف معاهم لحد يوم الثلاث. لكن الغريب، الغريب نادي الزمالك نزل امبارح، نشر وسرب التذاكر بتاعه الطيران بتاعه اللاعب، ثم النهاردة نشروا تذاكر تاني، وبعد النهاردة نشروا تذاكر تالت. وفيها يا جماعة وليه انتم حسسيني ان الزمالك صاحب الطيارة، ان الزمالك عنده مطار في اثيوبيا فعمال كل شوية يطلع تذاكر يطلع تذاكر يطلع تذاكر. اثبتولكوا على حال، اثبتولكوا على حال تذاكر بتاعت امبارح ولا بتاعت النهاردة ولا بتاعت بعد النهاردة، أنا تذاكر بالظبط اللي الزمالك بعتها؟ بس ده مش شغلانه كل شويه والتانيه، كل ساعه والتانيه الزمالك بيحجز تذاكر ويبعت، الزمالك بيحجز تذاكر ويبعت. ابو لمع الجرجيري المضحك الكوميدي الاراجوز قال لك بوبينزا ده هو اسمه بوبينزا لكن الستايل لوكاكو، هو في الاسم بوبينزا لكن ستايل مين؟ لوكاكو. مستواه اللي احنا بننتظره فينيسيوس جونيور، لكن مستواه الحقيقي اللي هو على الوضع الراهن فيكتور اوزمن. النادي اللي هينتقل ليه نادي الارن الافريقي. مش بقول لك اراجوز، والله اراجوز وبيداعب مجموعة من الصبية، بيداعب مجموعة ويتلاعب بمشاعر مجموعة من الصبية اللي لو فكروا واستخدموا عقلهم مرة واحدة بس هيفرق معاهم كتير قوي قوي قوي. طيب رمضان صبحي غفل الزمالك كده ينفع يا رمضان؟ يا رمضان في رمضان، يا رمضان
رمضان يا جماعه لبس الزمالك ما بين الخاء والذوق الف، رمضان العفياجي ضحك على الزمالك ضحك السنين، الزمالك بقاله 200 سنة عايز رمضان، وكل سنة ما تيجي يا رمضان اديني رمضان، رمضان الدين عايزين رمضان، ما الزمالك محتاج رمضان، رمضان محتاج الزمالك، تعالى يا رمضان وهنخلص لك قضية المنشطات. رمضان فضل يسايس في الزبون لحد ما طلع من مشاكله ومن القضية بتاعته صح سليم، وبعد كده ماما في القشة ولا طارت، ها ماما في القشة ولا طارت، طارت يا رمضان. رمضان قال لهم منكم لبيراميدز انا ماليش علاقة، انا راجل جددت عادي مع بيراميدز وجددته 3 سنين وباخد مع بيراميدز 2 مليون دولار، هتقدروا على تمني اهلا وسهلا، مش هتقدروا يبقى انتوا خدتوا ايه ما بين الخاء والذوق، حرف الايه حرف الالف، حرف الايه يا اولاد الالف. جمهور الزمالك العظيم، جمهور الزمالك العظيم لما حصل خناقه اعضاء مجلس الاداره طلعوا قالوا هذا الكلام عاري تماما عن الصحه، ما حصلش، ده فبركة أهلوية الغرض منها زعزعة استقرار مجلس إدارة نادي الزمالك. يا ابني يهديك يرضيك، لا هو زي ما احنا بنقول لكم كده، مجلس إدارة الزمالك زي الفل وسمنا على عسل، ما تطلعوش تفبركوا أخبار الغرض منها زعزعة استقرار نادي الزمالك. طب النهاردة الزمالك مطلع خبر للصحفيين باستدعاء محمد طارق للتحقيقات داخل الزمالك بعد المشادة مع هاني شكري. ايه رأيكم بقى يا جمهور الزمالك؟ ايه رأيكم؟ ها كان في خناقة ولا كان فيه وخلص؟ نفسي تعيشوا على أرض الواقع، لما يكون في خناقه والناس تقول لك في خناقه قول اه في خناقه، لكن ما تطلعش تقول اصل جمهور الاهلي بيتفبرك، اصل جمهور الاهلي هو اللي عايزنا ناكل في بعض، لا انتوا اللي بتاكلوا في بعض، حبوا بعض. انا جمهور النادي الاهلي بقول لكم حبوا بعض، خلي بالكم من بعض، ما يبقاش كده. اشرف بن قلبي، أشرف بن حبي غفل الزمالك وراح الريان، سبحان مغير الأحوال من حال إلى حال. أشرف بن شرقي يا جماعة اللي جمهور الزمالك بيتغنى بيه لحد النهاردة، وقبل الإعلان الرسمي عن انتقاله للريان القطري وبعد ما تلاعب بمشاعر جماهير نادي الزمالك، النهاردة جمهور الزمالك بيصف أشرف بن شرقي إنه مرتزق، بن شرقي مرتزق بيبحث عن المال، سبحان الله. رمضان صبحي لما ساب الاهلي وراح بيراميدز كان الله الله على المستقبل، الله يا بلدنا الله، من حق رمضان وده الاحتراف، لكن لعيب اجنبي يبحث عن حقه وعن مصلحته، لا ده لعيب مرتزق، ده لعيب ابن 60 في 70، ازاي يسيب الزمالك عشان المال يا ابني؟ ما هو نفس المعيار اللي انت قلته لما رمضان ساب الاهلي وراح بيراميدز، لا 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 لا، بن شرقي ما يعملش كده، بن شرقي لعيب مرتزق. قلت لكم ايه قبل كده؟ قلت لكم جمهور الزمالك عنده قاعده ماشي بيها، حلالنا وحرامنا حلال حلال حلال، لكن حلال الاهلي حرام حرام حرام. خلصت اخبارنا؟ خلصت حكايتنا؟ استنى كل اراءكم وتعليقاتكم اكيد. شكرا ليكم.